أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن عودة الحكومة إلى عدن. قال رئيس الوزراء معين عبد الملك إن عودة الحكومة إلى عدن تؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها. وأضاف خلال وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة عدد من الوزراء أن حضور الدولة في عدن يعني عودتها لممارسة مسؤولياتها في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإصلاح وضع مؤسسات الدولة. وقال رئيس الحكومة أن التحديات كبيرة، لكن الإرادة أقوى للمضي قدما في تطبيق اتفاق الرياض وتوحيد الجهود نحو إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة، مشيرا إلى أن الجميع اليوم شركاء في مسؤولية إنجاح المهام وتعزيز مؤسسات الدولة الضامن الوحيد للأمن والاستقرار. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي ينتظر الحكومة في عدن؟ وأسباب تأخر وصول الحكومة إلى العاصمة المؤقتة. نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. منذ أن أجبرت الأحداث التي شهدتها عدن الحكومة على مغادرة العاصمة المؤقتة في أغسطس الماضي وسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على المدينة، باتت عودة الحكومة هي الاستحقاق الذي طال انتظاره ولأجله وقع اتفاق الرياض. عاد رئيس الحكومة إلى عدن برفقة عدد من الوزراء بعد نحو أسبوعين من توقيع اتفاق الرياض الذي كان قد حدد إطاراً زمنياً للعودة خلال أسبوع، إلا أن عراقيل عدة وفق مصدر حكومي تسببت بتأخير وصول الحكومة. المصدر الحكومي أشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى إرجاء عودتها إلى عدن بسبب رفض المجلس الانتقالي تسليم المؤسسات في عدن إلى الحكومة الشرعية، مشدداً على ضرورة إنشاء لجان مشتركة لإدارتها. قادة في المجلس الانتقالي كانوا قد قالوا إن عودة الحكومة إلى عدن ستقتصر على عودة رئيس الوزراء فقط لتنفيذ مهمة صرف الرواتب، وهو الأمر الذي يتعارض مع أحد أهم بنود اتفاق الرياض. وأمام هذه العراقيل يتساءل مراقبون عن مدى جدية التحالف في تثبيت الوضع الأمني في عدن لاستمرار عمل الحكومة من جهة، ومواصلة دعم الحكومة الشرعية في سبيل إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة من جهة أخرى. إذن ولمناقشة أوسع ينضم إلينا من عدن الصحفي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، مرحبا بك معنا. إذن عاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء لمزاولة أعمالهم مجددا من عدن، هل باعتقادك أصبح الوضع السياسي والأمني مهيئا كليا في عدن لذلك؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. طبعا اليوم استقبلت عدن رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. نعتقد أن هذه الخطوة هي يعني فاتحة خير و يعني بداية لمشوار تنفيذ اتفاق الرياض وتطبيق بنوده على الأرض. هناك جملة من التحديات التي تقف اليوم في عدن، طبعا الملف الأمني بجميع تعقيداته يمثل يعني تحدي كبير أمام الحكومة وأمام اتفاق الرياض يعني بمجمله. خلال العشر الأيام الماضية رأينا في عدن تصعيدا خطيرا من قبل المجلس الانتقالي، تزايدت أعمال البسط والهجوم على الممتلكات العامة والخاصة، عمليتي اغتيال بالأمس أحدها لشاب جرى حرقه داخل سيارته في خور مكسر، ليلة أمس شهدت دار سعد والشيخ عثمان مديريتان من مديريات عدن حربا مفتوحة طوارئ قامت بها ميليشيات الحزام الأمني ضد مواطنين من أبناء المحاريق. هذا التصعيد ربما أريد من خلاله إرسال رسالة للخارج وللحكومة الشرعية بأن عدن ليست آمنة ولا تصلح لأن تعود إليها ولا أن تكون مقرا للحكومة الشرعية. القوات السعودية التي تتواجد اليوم في عدن لم تقم حتى الآن بتأمين المؤسسات والمرافق
الحكومية، وهي مقر ومناطق التي والمؤسسات والأبنية التي من خلالها ستتحرك الحكومة وتمارس أعمالها. عدن لا تزال الفوضى والفراغ والعبث والميليشيات. بالأمس أصدرت قوات حماية المنشآت بيانا استنكرت أو نفت أن تكون قد قامت بتأمين المؤسسات، وقالت أن ما حصل خلال الأسبوع الماضي هو عبارة عن عملية تبادل بين قوات جميعها تنتمي إلى المجلس الانتقالي. إذن عدن ليست على ما يرام، هناك الكثير من التحديات هناك يقوم به المجلس الانتقالي. يبدو أننا أمام أدوار يتقاطع. نعم سيد عبد الرقيب، هل تسمعني سيد عبد الرقيب الهدياني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عبد الرقيب الهدياني الصحفي، كان معنا من عدن. سنحاول الاتصال به لمناقشة موضوع حلقة اليوم عن عودة الحكومة إلى عدن. معنا أيضا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مرحبا بك معنا في برنامج زوايا الحدث. إذا عاد رئيس الحكومة إلى عدن، هل الأرضية السياسية وأيضا الأرضية الأمنية في العاصمة المؤقتة مهيئة لعودة الحكومة؟ واضح أن العودة هي عودة في وضع هش تماما، ومشروط هو عودة مشروطة بأنه فقط يتكفل بقضايا محددة، قضايا دفع الرواتب وتسديد الفواتير. ليس هناك من مهمة رئيس وزراء بالمعنى الحقيقي، لأنه الآن ذهب بحماية سعودية وليس له سلطة لا على الحماية السعودية ولا على قوات الانتقال، وبالتالي هو أشبه بضيف تحت حكم المضيف الذي هي القوات السعودية والقوات الانفصالية. نعم، بالنسبة لتأخر عودة الحكومة والذي يعني استمر لحدود 5 أيام عن اتفاق الرياض المعلن، ما تعليقك على هذا التأخر؟ واضح طبعا انه هو ليس اتفاق، يسمى اتفاق وليس اتفاق بالمعنى الفني، لانه عبارة عن وثيقة فرضتها السعودية على الطرفين، وهذه الوثيقة ايضا لا زالت غامضة والكثير من بنودها لم يتم التفصيل فيه، وهي ايضا ليست لها ذات القيمة القانونية ولا السياسية، لأنها من ناحية قانونية ليس لها أي قيمة قانونية، لأنه لا الانفصاليين يمثلوا جهة رسمية ولا حتى الحكومة الشرعية تمتلك ذات الشرعية الكافية والكاملة لأن تبرم اتفاقات خاصة مع قوى انفصالية يفترض ألا تبرم معها اتفاقات. الشيء الآخر أن البنود هذه الاتفاقية كثير منها معلقة، لاحظنا أنه أبسط فقرة فيها وهي عودة رئيس الوزراء لم تتم بالسلاسة. إحنا لا نتحدث عن عودة حكومة، نتحدث عن عودة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وقد تم اختيارهم بعناية بمعنى أنهم في غالبيتهم جنوبيين باستثناء وزير واحد وهو وزير الإدارة المحلية الذي أيضا وظيفته الأخرى هي وظيفة رئيس لجنة الإغاثة، وبالتالي أيضا لا زال العمل سيقتصر على عمل الإغاثة وليس على دوره كوزير إدارة محلية. نعرف أنه لا وجود للمؤسسات حقيقية، هذا الفريق فقط سيسكن أو سيمارس عمله إذا افترضنا أنه يمارس عمل من منطقة معزولة باستثناء الوزراء الذين هم من عدن والذين سيعودون إلى بيوتهم وليس إلى مكاتبهم. ليس هناك مؤسسات حقيقية لوزارات حتى نسمي هذه العودة عودة حكومة أو عودة وزراء حقيقيين، هي عودة شخصية، عودة بأشخاصهم أكثر من عودة
بمؤسساتهم ودورهم الفعلي. نعم عبد الناصر الودع، أشرت في إجابتك الأولى عن قد تحصل هناك وصاية على الحكومة بحكم الجانب الأمني التي توفره السعودية لهم وهم في عدن الآن، والوصاية تحدث على وسوف تتحكم في قرارات متعلقة بوجود الدولة وحضورها. لا يزال هذا الحديث مبكرا سيد عبد الناصر على قول ذلك، خصوصا أنه اليوم عادت الحكومة؟ الاتفاق هو أكد الوصاية السعودية تحديدا على الحكومة. نعرف أنه من بداية الحرب هناك وصاية سعودية إماراتية على اليمن، لكن ترسخت هذه الوصاية بشكل رسمي عبر اتفاق عدن، لأنه حسب الاتفاق التعيينات التي سيقوم بها الرئيس تحديدا فيما يتعلق بالوزراء والمحافظين ومدراء الأمن لن تتم إلا بالتشاور، والتشاور معناها الموافقة السعودية، وبالتالي أصبحت السلطة رسميا تحت الوصاية السعودية. أيضا وفق الاتفاقية السعودية هي من ستتولى عملية إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، هي من ستتولى عملية جمع الأسلحة، هي من ستتولى عملية تحديد نقاط تمركز هذه القوات ومهام عملها، وبالتالي ستكون عمليا هي الدولة الوصية على المناطق الجنوبية التي هي تسمى المناطق المحررة. لهذا عمليا الاتفاق رسخ الوصاية السعودية، لكن هذه الوصاية ليست بتلك السهولة. أنا أقول إنه الاتفاقية سيخرج عنها حالة مسخ من الوصاية السعودية ومن الحكومة الشرعية ومن القوى الانفصالية، يعني لن تكون عدن يعني وهي المدينة الرئيسية في هذا الاتفاق، لن تكون عدن خاضعة الوصاية السعودية بالمعنى الحرفي، لأن السعودية لا تمتلك لا القوة ولا الشرعية ولا الكفاءة ولا المقدرة لتتحول إلى دولة وصاية كما كان الحال لسوريا في لبنان قبل 2005، لأن الوضع مختلف جدا. دور الوصاية الفعلية يتطلب أن تمتلك أجهزة الضبط والربط والاستخبارات، وهذا الأمر غير متوفر للسعودية. إذا كانت السعودية لم تستطع أن تمارس هذا الدور في محافظة صغيرة مثل المهرة، فكيف ستمارسها في مدينة معقدة وكبيرة ومتعددة الولاءات مثل عدن وغيرها من مناطق الجنوب؟ الأمر الآخر، لن تكون هناك عدن، لن تصبح حكومة مقر الحكومة حقيقية للجمهورية اليمنية، ولا أيضا سلطة للانفصاليين، حتى لا يشبه الوضع ما كان عليه قبل أغسطس الماضي. لهذا الاتفاقية هي خلقت حالة من الكيان المسخ غير محدد الهوية، وبالطبع يعني حيكون هذا الكيان مليء بالمشاكل، مليء بالطرق. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الناصر. نشرك معنا أيضا الذي عاد معنا من عدن الصحفي عبد الرقيب الهادياني. سيد عبد الرقيب، يعني نفس السؤال حول الوصاية، هل يمكن القول أن الحكومة عادت وستمارس أعمالها دون فرض الوصاية عليها وعلى قراراتها المتعلقة بوجود الدولة وحضورها في عدن؟ تحية لضيفك، ودعنا نكون متفائلين أن هذا الاتفاق وهذه البنود التي يحتويها هي الممكن اليوم وهي المتاح أمامنا، وبمجملها تؤدي إلى عودة الدولة وعودة المؤسسات وتطبيع الحياة العامة في عدن، ويعني وجود الأمن والاستقرار. اليوم رئيس الوزراء الذي وصل عدن بما يعني بداية التطبيق الفعلي لاتفاق الرياض، يعني أكد على يعني أن المرحلة القادمة ستدخل عدن يعني مسارا جديدا، عنوان هذا المسار هو الدولة والاستقرار، عمل المؤسسات وعودة الخدمات وتجميع أو يعني وحدة اللحمة الوطنية في إطار
الكبير وهو اليمن الكبير، ومواجهة الخطر الأول وهو النفوذ أو الانقلاب الحوثي في صنعاء اليوم. هذا الجهد الذي جاء عبر اتفاق الرياض يحقق حدا يعني معقولا، ونحن هنا متفائلون في عدن، يعيد المدينة، يمنع هذا الاشتباك وهذه الحروب، يؤدي إلى دمج هذه الميليشيات وهذه الأذرع الأمنية والعسكرية التي صنعت خلال 4 سنوات وكانت عنوان للفوضى والعبث والاغتيالات والانقلاب، يؤدي إلى إدماجها في إطار الدولة. نحن متفائلون أن القادم سيكون أفضل مما هو الآن، ليس بحجم الطموح والآمال، ولكن هذا هو الواقع الذي يمكن أن نبني عليه. ومسألة الوصاية الشعب اليمني على مواجهة هذه الوصاية، وأكد أضيفك على نموذج المهرة. المهرة منطقة صغيرة لم تستطع السعودية أن تحقق مطامعها مع وجود وعي شعبي يقاوم ويرفض هذه المطامع. نعم. وهذا النفوذ. وصلت. وبالتالي عدن هي عنوان اليمن، وأنا أمل أن تكون عودة الحكومة فاتحة بالأفضل. نعم وصلت فكرتك. نعود إلى السيد عبد الناصر المودع، هل نستطيع القول أن السعودية عملت على تسوية الأرضية السياسية في الجنوب، أم أن ما يحدث مجرد تأجيل لمرحلة جديدة من الصراع؟ وأنت أشرت إلى الحالة الوسط خصوصا فيما يتعلق بمسألة الوصاية والجانب الأمني التي تفرضها السعودية. يعني هي الاتفاقية هي لم يكن لها من الضرورة، وهي أتت نتيجة تراكم من الأخطاء، وهي لم تحل هذه الأخطاء. يعني منذ أن ما يقال تحررت عدن كان هناك حالة غير طبيعية، لم تعد الحكومة كحكومة الجمهورية اليمنية، وظلت عدن تحت الوصاية الإماراتية وتحت سلطة الانفصاليين بشكل عملي، وكان هناك وجود ضعيف لسلطة أو لقوات تتبع هادي وسلطته. ومن ثم كان هناك خلل جوهري منذ البداية، منذ 4 سنوات. هذا الخلل الجوهري تم توسعته بعد أن سيطر أنصار الإمارات وبدعم إماراتي على عدن. هل الخلل الجوهري متعلق بالقضية الجنوبية سيد عبد الناصر؟ لا هو متعلق بالإدارة الكاملة. هو الهدف الرئيسي من التدخل والخطوات الصحيحة في الطريق الصحيح هو أن تعيد الدولة اليمنية، أن تعيد الدولة اليمنية وأن تهزم الحوثيين. يعني هذا كان العنوان الأساسي للتدخل العسكري، وليس لأن تنشئ كيانات جهوية أو انفصالية أو ميليشيات كما حدث. لكن انحرفت المهمة أكان بقصد أو بدون قصد، بسوء نية أو بسوء إدارة. المهم أنه هذا الذي حصل، يعني 4 سنوات من الفشل، أو أكثر من 4 سنوات من الفشل، وتراكم هذا الفشل أدى إلى هذه النتيجة السيئة. الاتفاق هو ضمن هذا الفشل، يعني لا أعتبره خطوة كمراجعة لواقع سيء، هي استمرار لهذا التوهان، لهذا التخبط. لأنه لو كان هناك رغبة بالمراجعة كانت السعودية اتخذت قرارات أكثر جذرية. مراجعة سلطة هادي المهترئة، وهادي نفسه الذي لم يعد له شرعية ولم يعد له ثقل وأهمية، كان يفترض أن تراجع سلطته، ليس عن طريق ترقعه بانفصاليين وبجهويين. كان أن تعيد هيكلة هذه الشرعية بشرعية إلى حد ما تمتلك الإرادة، تمتلك الكفاءة. لكن سيد عبد الناصر، هؤلاء الانفصاليون من بيده؟ يعني لو تحدثنا بشكل يعني حقيقي، من بيده حل مشكلة الجنوب بشكل جذري بطريقة لا تعيد تدوير الأزمة، خصوصا بعد توقيع اتفاق الرياض الذي هو أيضا متعلق بهذه المسألة؟ ليس هناك شيء اسمه مشكلة الجنوب ومشكلة تهامة ومشكلة حضرموت، في هناك مشكلة يمنية. هذا هو
الخطأ الذي منذ 8 سنوات ارتكبناه عندما قلنا أن هناك مشاكل جنوبية ومشاكل حوثية ومشاكل غيرها من المشاكل. هذا هو كان بداية التوهان وبداية التفكيك الدولة. هناك مشكلة يمنية، المشكلة اليمنية تعالج ضمن المشكلة اليمنية، النظام السياسي اليمني يعالج أن هناك مشكلة بأن من يحكم وكيف يحكم اليمن كلها. عندما قمنا نجزئ المشكلة ونسميها بأنها مشكلة الجنوبيين ومشكلة الحوثيين ومشكلة غيرهم، هنا تهنى، وهذا جزء من التوهان. لا زال النخب السياسية اليمنية أيضا مستمرة في هذا التوهان عن عمد، يعني معظمها وبعضها عن غباء وجهل، ولكن البعض عن عمد لأنه مستفيد، يعني مستفيدين. نعم. من يرفع قضية أن هناك قضية جنوبية ليبتز بها الدولة اليمنية، ومن هذا الابتزاز أن يبقى رئيس جنوبي، أن يكون هناك نص الوزراء جنوبيين ومعظم السفارات جنوبية وغيرها. نعم. وبالتالي هذه واحدة من المشاكل الجوهرية التي لازلنا تائهين وسنظل تائهين ما لم نلتفت إلى المشكلة الأصلية، وهي مشكلة النظام السياسي في اليمن وليس وصلت فكرتك سيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا من عمان. وبالعودة إلى السيد عبد الرقيب الصحفي، سيد عبد الرقيب، إذن من المؤكد أن عودة الحكومة ستكون محكومة ببنود اتفاق الرياض، هل سيظل اتفاق الرياض متماسك لوقت طويل في عدن أم أن الوضع سيكون أو سيعود إلى ما كان عليه؟ طبعا اتفاق الرياض يعني ركز بشكل كبير على عدن، وعدن هي مفتاح الحل، وهي أساس المشكلة اليوم، وهي عنوان الخراب الخلل الذي عاشته الشرعية وعاشته المناطق المحررة خلال 4 سنوات. هذا الاتفاق جاء ليفكك هذه العبوة أو هذه المشكلة المعقدة التي عبث فيها لاعبون كثر خلال السنوات الأربع الماضية. إذا ما تم إصلاح عدن سينعكس بالتالي على باقي المحافظات الأخرى، بل على جوهر القضية اليمنية بالكامل، وصولا إلى قضية التحرير واستعادة صنعاء. اليوم اتفاق الرياض ببنوده الموجودة اليوم يمثل حدا معقولا لحل الإشكالات في عدن. هناك جملة من التحديات قد تعترض هذا الاتفاق وبنوده وتطبيقه على الأرض، من خلال أننا رأينا خلال الأيام العشرة الماضية وجود تصعيد من قبل المجلس الانتقالي، هو يريد أن يأخذ من اتفاق الرياض ما هو له، ولا يريد أن يعطي الحكومة الشرعية أو الدولة اليمنية من استحقاق اتفاق الرياض. رأينا يعني تصعيدا خطيرا بالأمس، خلال العشرة الأيام زادت عمليات الاغتيال، الفوضى الأمنية، الاقتحامات، القيام بنشر. نعم هذا نعم هذه الاختلالات الأمنية التي أشرت لها سيد عبد الرقيب تذكرنا بما انتهجته أبو ظبي في عدن في الفترة الماضية. هل باعتقادك يتغير شكل تعاطي السعودية مع المشهد هناك أم أن سياساتها لن تختلف عن أبو ظبي؟ أنا أعتقد اليوم ربما من إيجابيات اتفاق الرياض وضع المملكة العربية السعودية اليوم في مواجهة مباشرة كانت تتوارى خلف أو تحت الطاولة، وتسمح مثلا لليد الإماراتية بالعبث وعبر ميليشياتها وأدواتها في عدن وبعض المحافظات. اليوم ظهرت إلى السطح، وهي اليوم التي تشرف الأمني والعسكري والإداري في عدن وترعى هذا الاتفاق. إما أن تسلك مسلك إعارة الدولة ودعم الحكومة الشرعية في سلطات الدولة، أو ستكون في مواجهة مفضوحة مع الشعب اليمني، وكما واجه الإمارات سيواجه بالمثل المملكة العربية السعودية، وهي أكثر حساسية ويعني حرجا أمام العالم. بالتالي أعتقد أن أداء السعودية سيتغير اليوم، لأن من مصلحتها أن تستقر عدن، الضامن لها اليوم هي الحكومة، الأمن والاستقرار الذي تطلبه، وقبل قليل تعرض
ناقلة نفط سعودية لقرصنة من قبل عودة الدولة إلى اليمن هو الضمان للأمن والاستقرار لعدن واليمن والمنطقة والمملكة العربية السعودية، وبالتالي نأمل أنها ستعمل تعزيز الدولة وليس تعزيز الميليشيات التي هي خارج الدولة. نعم، نتمنى أن يكون الجميع ملتزم ومستعد لإنجاح هذا الاتفاق. شكرا لك سيد عبد الرقيب الهدياني الصحفي، كنت معنا من عدن، وأيضا الشكر موصول لعبد الناصر المودع المحلل السياسي كان معنا من عمان، وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام ولمعد الحلقة عبد الرقيب الأبارة، ومني وإلى اللقاء.